ولتعليق على بيان علمائي الأمة بشأن الأوقاف الإسلامية العراقية والاعتدائية عليها، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس رابطة العلماء السوريين دكتور غازي التوبة. أهلا بكم دكتور. وبكم وبكم يا مرحبا دكتور. انطلاقا من أهمية الوقف في النظام الإسلامي ورفض المساس بالأوقاف والتصرف فيها والتلاعب بها مثلما ورد في بيان علماء الأمة الذي وقعتم عليه اليوم، إلى أي مدى تنطبق هذه المبادئ على الأوقاف بالعراق؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني قطعا أي أوقاف في أي مكان في العالم الإسلامي لها حرمة، وهي يعني لها حرمة ويحرم أن تمس من قبل أي شخص. الواقف يوقفها لله تعالى سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يجوز الاقتراب منها، لا يجوز أخذها، لا يجوز تغيير أي شيء فيها. يجب أن يكون ريعها يعود إلى ما أوقفه الواقف حسبه، وأي اقتراب منها يحرم شرعا وفاعله آثم إثما كبيرا في نظر الشرع. وهذا متفق عليه لدى جميع الفقهاء. يعتبر الواقف ما يوقفه هو شرع من الله سبحانه وتعالى، فلذلك يحرم حرمة نهائية أن تمس الأوقاف من قبل أي شخص، ويجب أن تبقى موقفة لله سبحانه وتعالى، ويجب أن تصرف في الأوجه التي أوقفها الصارف، للمتعلمين، للفقراء، للزواج، إلى آخره من الأمور المشروعة التي نهجت أوقافنا على مدار التاريخ الإسلامي في العمل، يعني العمل بها و إجرائها. فلذلك والأوقاف أمر عظيم في تاريخ الإسلام. يعني المسلمون حسب الإحصاءات الأخيرة تقول أنهم أوقفوا ثلث ثروة العالم الإسلامي كانت أوقافا، وهذا يدل على أهمية الأوقاف. فعلا كانت الأوقاف غنى وثروة للعالم، لكل المسلمين، فبالتالي يحرم الاقتراب منها، وهذا حكم شرعي واسمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. في سياق دكتور بالحديث عن الإثم من الاقتراب من الأوقاف، فيما تتمثل انعكاسات ومخاطر الاعتداء على الأوقاف الدينية وفقا للشريعة الإسلامية وانطلاقا من التعايش بين المذاهب؟ صحيح، يعني نحن كمسلمين سنة وشيعة يجب أن نتوحد في وجه المشروع الصهيوني، وجه المشروع الصهيوني الغربي الذي يريد أن يدمر الأمة. لكن بكل أسف مشروع الملالي الذي امتد إلى العراق، ملالي إيران، مشروع الذي امتد إلى العراق وبعد ذلك إلى سوريا ولبنان واليمن، هو يعني يفرق المسلمين. وبالتالي أنا أعتقد أنه اعتداء الوقف الشيعي على الوقف السني وسلب أمواله هذه كبيرة من الكبائر، يجب أن يتوقف، خاصة الوقف الشيعي، أن يمد يده إلى أوقاف إسلامية شرعية. فلذلك يعني هذا محرم، ويجب أن يقف كوقف عند المحرم ولا يقدم عليه. فأستغرب كيف من وقف يدعي أنه وقف، بالتالي هو مرتبط بالإسلام، يتجرأ و يحاول أن يعتدي على ما هو وقف سني. فهذا أمر غير جائز شرعا ويحرم شرعا، وكل من يمد يده سيكون آثم عند الله وسيكون له عذاب شديد يوم القيامة. دكتور، ما مدى الحاجة إلى خطاب التهدئة والانسجام المجتمعي انطلاقا من هذه الأوقاف؟ ما في شك انه يعني قضية وحدة المجتمع، المجتمع العراقي والأمة بشكل عام، يجب ان تتحد ويجب ان تتقارب وتبتعد عن كل نشاطات يمكن ان تفرق بينها، خاصة من اجل ان نقف من اجل مشروع يريد ان يدمر الأمة الذي هو المشروع الصهيوني الغربي. فلذلك أي عمل يمكن أن يؤدي إلى الفرقة وإلى التنازع بيننا كمسلمين، نحن هو يقينا
يصب في النهاية في صالح المشروع الغربي الصهيوني. لذلك المفروض ألا يقدم الوقف الشيعي في العراق في أي حال من الأحوال على الوقف السني، لأنه هذا سيؤدي إلى الشحناء والبغضاء والتنازع والتصادم، وبالتالي يؤدي إلى انقسام المجتمع وتفرق المجتمع واستفادة الصهاينة والمشروع الغربي الصهيوني من هذا الخلاف ومن هذا التنازع ومن هذه الشرذمة. شكرا جزيلا لكم رئيس رابطة العلماء السوريين الدكتور غازي توبا، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.